كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وللمواطنين وجهوا هذا النداء، إن التصويت حق وواجب وطني. خطب عديدة أكد فيها الملك محمد السادس على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية وتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة بما في ذلك حق التصويت والترشيح في الانتخابات، كما نص على ذلك دستور 2011. إلا أن التعديلات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية قد خلت من أي إشارة إلى مشاركة الجالية المغربية في الانتخابات المقبلة. طور مهمة يعني في الخارج والتمثيل ديالهم في يعني في البرلمان المغربي، أنا بالنسبة لي تمثيل يعني مهم، وحرمان ديالهم من هذا الحق اللي هو مشروع كنظنوا أنه بكل صراحة يعني حرمان يعني غير لائق وكيرجع يعني بالسوء، ليس فقط على الجالية المغربية المقيمة بالخارج ولكن حتى على المغرب حد ذاته. ويأمل مغاربة العالم في أن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الدستورية وأن يتم إشراكهم في تدبير الشأن المحلي والوطني، لأن تماطل الحكومات السابقة والحكومة الحالية في عدم تنزيل مضامين دستور 2011 أدى إلى حرمان قرابة 5 ملايين مهاجر مغربي من حق التصويت والترشيح في الانتخابات. أنا شخصيا جاني قرار جائر وظالم في حق جميع المغاربة المقيمين بأرض المهجر، لأن كاع الخطابات الملكية السامية من 2005 كتعطي الحق لأي مواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن، كتعطي حق التصويت وحق الترشيح، واللي زاد أكد هذا الشيء هو الدستور ديال 2011، ولكن مع الأسف كنشوفوا بلي هذا الشيء غير كلام على ورق، ما كاينش تطبيق. وتعزى أسباب عدم إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية حسب الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن الوطني إلى وجود صعوبات إدارية وأخرى تقنية ومالية في الوقت الذي يتم فيه تسخير كل الوسائل التقنية والمالية عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور. ويؤكد الخبراء في مجال الاتصال والمعلوميات على إمكانية التصويت عن بعد من خلال استخدام برامج وتقنيات جد متطورة وبأقل تكلفة مالية ممكنة. النمرة ديال البطاقة الوطنية مع النمرة ديال التليفون يقدروا يداروا ديزاب في التليفونات اللي يمكن لهم يداروا تصوات بصفة فريمون تري سور واللي ما يمكنلاش تزور. دونك لا تكنولوجي كاينة. لا شك أن عدم تنزيل الخطب الملكية قد حرم المغرب من الاستفادة من الخبرات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة وأن جزءا مهما منها منظم في إطار جمعيات ومنظمات سياسية ببلدان إقامتهم ويمتلكون من التجربة ما يؤهلهم للمساهمة في رسم السياسات العمومية ومسلسل التنمية وفي بناء المغرب الذي ينشده الجميع. غياب ممثلين للجالية المغربية داخل قبة البرلمان وحرمانها من الحق في المشاركة السياسية هو خرق لمضامين دستور 2011 واستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش ضدهم، وهو أيضا تجسيد للصورة النمطية التي لا ترى فيهم إلا مصدرا للعملة الصعبة فقط. لقناة كاب 24 الغالي محمد رشاجدة، زوريخ. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.